والآن مع أخبار الطقس والأحوال الجوية يستعرضها لنا في وقفة ثالثة وأخيرة من نشرة التاسعة رجائي إليك مرة أخرى. شكرا محمد. شكرا إلهام. مشاهدينا توقعات خبراء الطقس نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية مشاهدينا أن يسود غدا الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وأيضا جنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد مائل الحرارة على جنوب سيناء وأيضا جنوب الصعيد. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 35، الصغرى فيها 25، الإسكندرية 31، 24، مطروح 31، 22، بورسعيد 32، 25، الإسماعيلية 36، 24، أما محافظة السويس العظمى فيها 36، الصغرى فيها 23، العريج 33، 23، طابة 36، 25، شرم الشيخ 40، 30، الغردقة 40، 29، أما محافظة الأقصر العظمى فيها 45، الصغرى فيها 27، أسوان 45، 29، الوادي الجديد 46، 27، شلاتين 41، 31، حلايب 36، 29. ولأننا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.